أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، نستمر وياكم في برنامجنا ونصل وياكم إلى محطة ضيف الحدث، حيث نسلط الضوء فيها اليوم على مواصلة نجوم وأبطال أكاديمية مجال التايكواندو حصد ميداليات ملونة في المشاركات الخارجية، حيث تمكن لاعبو الأكاديمية من الفوز والتتويج بثمان ميداليات في ختام مشاركتهم في بطولتي الفجيرة الدولية والبطولة العربية والتي أقيمتا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت الأكاديمية ثلاث ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية بعد الانقطاع بمدة عامين بسبب جائحة كورونا. حديث مشاهدين الكرام حول هذه المشاركة بالنسبة للأكاديمية ونجومنا ومثلي السلطنة في هذه البطولة مع أبطالنا. نبدأ وياكم الترحيب بالكابتن علي صالح الهاشمي الفائز بالميدالية البرونزية في فئة أو وزن 87 كيلو. كابتن علي مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء النور. حياك الله. الله حياك الله. سعيد يوم شفتك دائما، ودائما كل ما تتواجد هنا يعني متميز ومتألق بميداليات مختلفة. الحمد لله. ما شاء الله عليك. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. كذلك أرحب بلاعب مهند البلوشي الفائز أو الحائز على الميدالية البرونزية في وزن 41 كيلو في فئة الناشئين. مهند مساء الخير وأهلا وسهلا بك. أهلين أهلين. حياك الله. الله يحييك. ما شاء الله يعني سعيدين بشوفتك وانت يعني ترتدي هذه الميداليات الملونه، ومبروك ايضا الله يبارك فيك بهذا الالقاب. حياك الله. مرحبا بكم مهند وعلي، وسعيدين بشوفتكم وسعيدين ايضا بمشاركات الرائعه اللي حققوها اللاعبين، يعني ثمان ميداليات منها ثلاث فضيات خمس برونزيات، يعني مشاركه جيده بالنسبه لنا. علي كيف تشوفها بالنسبه لك؟ والله المشاركه كانت مشاركه قويه ومشاركه جيده بعد انقطاع عامين مثل ما تقول جائحة. صحيح. وقفنا عن البطولات، هذا مثل ما تقول بداية المسير بعد ما طلعنا من باكستان، والحمد لله. يعني بالنسبة لكم مشاركة بعد عامين شيء جيد. شيء جيد، لأن أنت في النهاية ترجع للبطولات بعد كورونا اللي أثرت على الجميع بطبيعة الحال. هي نعم أكيد، تتكلم عن توقف لاعب، اللاعب لازم يعني يشارك سنويا ما أقل عن 10 بطولات 8 بطولات، هذا كحد أدنى عشان اللاعب يتطور مستوى. نحن توقفنا الحمد لله، يعني مثل ما تقول الجائحة وقفتنا 8 سنتين، وانجزنا ب8 ميداليات، هذه حسب ما يعني احنا وضعنا خطة. صحيح. مشاركنا احنا ما شاركنا منه ودرب، يعني واضعين فيه خطة قبل المشاركة، والحمد لله كان الخطة ان نحرز عدد اكبر، بس الرياضة كذا فيها. صحيح. صعود ونزول، نرضى بالواقع. وفيها منافسين، فيها منافسين قوي على مستوى عالي نتكلم عنهم بشكل اكثر. مهند اول شيء مبروك على الميداليات. الله يبارك. حدثنا فيك. حدثنا اكثر كيف كانت المنافسة معك، كيف لما رحت الى الامارات كيف كانت المشاركة؟ الصراحة المنافسات كانت جدا قوية، والاستعدادات كانت، نحن عندنا استعداداتنا كانت قبل البطولة ب6 شهور. انزين، وكنا ماسكين على نظام الدايت. انزين، والشكر خاص اوجه الى المدير الفني والاداري علي المسكري اللي بذل جهود يعني كبيرة بالنسبة لنا، اللي نزلنا مع ومسك يعني معانا واعطانا الاشياء اللي لازم نسويها. وشكر ثاني اوجه الى المدربين من ناحية التكنيك الجديد اللي يعطونا وكذا. شكر خاص اوجه الى الماستر عادل الوهيبي مدرب اكاديميه مجان، وماستر محمد المحروقي، وماستر علي الهاشمي. ما شاء الله. هو علي الهاشمي. أيوه. ولا في واحد ثاني؟ لا هو يسهل يسهل. كل تحيه. تصف كم مهند؟ الصف الثامن. ما شاء الله عليك، انا احييك صراحه على لباقتك وعلى حديثك المميز، وان شاء الله تستمر في هذا الحديث، واكيد راح نتكلم معك اكثر حول يعني هذه المشاركه. علي، يعني لو نتكلم اول شيء عن المشاركه بالنسبه لكم وتصنيف هذه البطوله، هي كانت عباره عن بطولتين، بطوله الفقيره الدوليه والبطوله العربيه، وانت اعتقد شاركت ايضا في هذه شاركنا البطوله. شاركنا في الاثنين. إيه. وكانت بالنسبه للبطوله العربيه من تصنيف الجيتو. الجيتو. وبالتالي نعطي تعريف عن البطولتين وايضا عن هذا التصنيف. اوكي حلو. البطوله الاولى اللي نحن شاركنا فيها هي بطوله كاس العرب، مصنفه على العيار نجمتين الجيتو، حيث هذا التصنيف اللي هو تصنيف الدولي، ان اللاعب اذا شارك في انجز في مثلا الذهبيه راح يحصل على 20 نقطه. وهذا النقاط كثر ما عندك انت تجمع ترتفع في التصنيف عشان تتاهل للاولمبياد بدون تصنيف، يعني اللي هو مثل ما تقول توب 6 ولا الاول 6 افضل 6 يتاهلوا مباشره على الاولمبياد. وهذا النقاط يساعدك ايضا على انك تشارك في بطولات الكبيره مثل بطوله الجائزه الكبرى اللي هو الجراند بري. بالضبط. وبالتالي كل ما كانت عدد نجوم اكبر كل ما كانت النقاط اكثر بالنسبه لكم. نعم. كيف تصنيف بالنسبه لك؟ كنت مصنف الثاني على البطوله.
وطلعنا تصنيفي الحين حاليا تصنيفي عربيا الثالث وعالميا 58. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا علي نجم كبير وشرفنا سابقا في مشاركته العالميه في باكستان وميداليه ذهبيه. يمكن الاصابه اثرت عليك من خلال هذه المشاركه، كيف كان تاثيرها بالنسبه لك؟ والله كان اثنين، ممكن يعني ما متردد بين المشاركه ولا اشارك، لانه كان عندي اصابه عضليه من العيار الثاني، والحمد لله قدرت اتغلب على الاصابه شويه. فأنا في فترة التأهيل وقلت أشارك، ما عندي حيلة إني ما أشارك، لأن فيها نقاط وأنا لازم يعني كل ما تروح عليه بطولة كل ما يروح عليه نقاط أكثر. كل ما أفقد نقاط والناس تطلع فوق بالضبط. فهذه يعني البطولات عبارة عن إيش؟ هي تنافس بين الدول لاعبين العالم. يعني كل لاعب يبى يحرز أكبر عدد ممكن من النقاط عشان إنه يأهله للأولمبياد ويأهله للجراند بري بالضبط. كل ما كانت أنت كل ما اللاعب فقد بطولة، كل ما فقد منافسة، ما شارك في هذه المنافسه فقد هنا، راح يعني مثلا عيار نجمتين 20 نقطه بالنسبه لكل لاعب كبيره جدا. صحيح. فتلاحظ حتى في هذه البطوله العربيه ابطال اولمبيين شاركوا فيها. ليش شاركوا فيها؟ لان فيها نقاط كبيره تساعدهم، هذه النقاط تساعدك اول شيء على التاهيل للاولمبياد والتاهيل للبطولات الكبرى عشان يسمح لك تدخل للبطولات. لازم تكون مصنف عالميا بالضبط. على مثلا في بطولات لازم تصنف افضل 6، افضل 10، افضل 45 لاعب من عيار الاولمبي عشان تشارك بطولات الجائزه الكبرى. وعندك بعد في القرعه ايضا في حد ذات القرعه راح تحسن من وضعك، يحسن وضعك في القرعه لانه راح يتوزع 1 2 3 4 افضل لاعبين في المصنفين هم راح ياخذوا المراكز، او اذا كان في مباراه اللي هو باي ولا انه تلعب في الدور 16 على طول. ممتاز. فهذا يساعد كثير. جميل. يمكن تذكرت مساله النجوم المشاركين، بس عشان نعطي المشاهد الكريم الحين ليش نتكلم عن النجوم ومدى التنافس اللي مشاركين. طبعا كان هناك البطل الاولمبي الاوزبكي، طبعا راشيتوف، البطله الكوريه الجنوبيه ليدا بن، الاردني صالح الشرباتي، يعني نجوم شاركوا في اولمبياد طوكيو وكان هم اصحاب الميداليات الذهبيه والفضيه وغيرها. وبالتالي احنا لما نتكلم عن نجوم وتنافسيه عاليه نتكلم عن ابطال من الاولمبياد، وهذا ما يوضح قيمه هذا المنافسه بالنسبه لكم. مثل ما ذكرتك المنافسه كانت جدا قويه، وشارك مثل راشيتوف وصالح الشرباتي ولاعبين ايضا صعدوا المنصات الاولمبيه. انت في رياضه التايكواندو اليوم اذا انت بحد ذاتك تاهلت للاولمبياد انت لاعب ما يعني يعني انت دخلت في الاولمبياد، فهمت؟ لعبت حتى لو مهما خسرت ولا فزت ولا حرست، ولكن تقابلت انت قابلت ركبت دخلت في اكبر منصات عالميه، فهمت علي؟ الحين دول العالم كلها تنافس على الاولمبياد لانها هي من اكبر المنافسات الرياضيه. هي منافسات الرياضيه. صحيح صحيح. مهند نسولف معك اكثر عن لما جت كورونا كيف اثرت عليه، خاصه ان اللاعب مثل ما ذكر علي محتاج انه يتدرب يوميا، محتاج انه يدخل في بطولات، كيف كان فترة تدريبكم مع كورونا؟ كيف كان التدريب؟ صراحة كان أكاديمية مجال ما قصروا من ناحية التدريب ببرنامج زوم، هو التدريب الأونلاين. كان عندنا تدريب يومي يعني بشكل يومي من الأحد إلى الخميس، ساعة ونص ما يقل أكثر من كذا، يكون على برنامج زوم، وكنا نتمرن وما كان يقصروا المدربين من ناحية وفروا لنا تارجت اللي تشوت فيه في التايكواندو، ووفروا لنا من كل شيء اللي نحن نريده عشان نقدر نتمرن في البيت. بالضبط. طبعا التارجت هو الهدف اللي انت تتعامل معه اثناء التمرين. أيوة أيوة. صحيح. أيوة. عشان يعني تكون واضحه بالنسبه للمشاهد. في هذه الفتره ايضا كان هناك يعني دراسه بالنسبه لكم اونلاين يعني. أيوة. صحيح. كيف وفقت ما بينهم؟ كيف انك تكون والله مع التمرين في نفس الوقت انا اهتم بدراستي؟ شوف الصبح بيكون اكيد في مدرسه. مع المدرسة. زين. بالضبط. الصبح اخلص المدرسه يكون عندي فترة راحة من الساعة 1:30 إلى الساعة 4، عندي فترة راحة. فهذه فترة راحة أقدر مثلاً إذا عندي غداء أتغدى، أو إني أجلس أريح شوية، أو إني أذاكر. إنزين. وأول ما أرجع من التمرين فذاك الوقت عندي يعني من الساعة 7 إلى الساعة 9 في الليل، عندي هذا الوقت أقدر أحضر حال اليوم الثاني وأراجع دروسي. جميل جميل. أنا أحييك صراحة، يعني حديثك ممتاز يعني، وهذا الحديث أكيد وراء شخص، صح ولا لا؟ في أكيد شخص شجعك وساق لك وأعطاك هذه الفرصة، وبالتالي خلي شاركنا أيضا الحديث معنا. طبعا والد الكابتن مهند توفيق بن درويش البلوشي، والد مهند واللي أعطاه أكثر أكيد الفرصة وهيه أنه يكون بطل عالمي وبطل عماني بإذن الله. كابتن توفيق مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
مساء النور والسرور، اهلا وسهلا فيكم يا جماعه الخير. اهلا وسهلا بك، نرحب فيك في البدايه، وانا احييك شخصيا على الكابتن مهند، ما شاء الله يعني حديثه لبق وشخصيه رياضيه، واضح بانه هو فاهم ايش اللي يريده بالضبط من هذا الرياضه، فانا احييك. جزاكم الله خير، اولا اشكركم على استضافه الشباب، وهذا بالفعل راح يكون داعم قوي لنا نحن جميعا في عمان على رفع هذه الرياضه، رياضه التايكواندو، اللي هي تساعد في رفع من الثقه للاعبين والجميع. في بداية الأمر يعني المهند واللاعبين اللي موجودين في الأكاديمية هم أهم يعني أهم محور لنا نحن في رفع من رياضة التايكواندو في عمان. نحن بدينا هذا البرنامج صالنا أكثر من 5 سنوات، ومهند بدأ رياضة التايكواندو عمره 3 سنوات ونص، ما شاء الله، وشارك في أكثر من مرة في بطولة فجيرة، وأكثر من مرة شارك في أكثر من بطولة. الحمد لله هو حاز بالمركز الأول في بطولة أردن العالمية، والحين في الحمد لله رب العالمين أنجز في بطولة فجيرة الدولية وأنجز فيها بالبرونزية. جميل. وفي نفس الوقت عندك الماستر علي الهاشمي اللي هو من أحد الأبرز اللاعبين الحين في عالم التايكواندو، اللي هو ما شاء الله عليه وهو القدوة لكل اللاعبين اللي موجودين في أكاديمية مجان في وجوده واهتمامه وإنجازاته، إنجازات قوية بقيادة المدرب اللي حاليا ما متواجد بعد معكم اللي هو عادل خليفة الوهيبي وماستر محمد المحروقي. هم شباب عمانيين طموحين يريدوا أن يرفعوا من هذا الرياضة ويرفعوا من ثقافة هذا الرياضة في السلطنة كلها، فعقدوا النية وتوكلوا على الله، وبفضل الله سبحانه وتعالى مشوا على مسار صحيح وواضح، والله سبحانه وتعالى وفقهم بهذه الإنجازات. جميل جميل، وهذا الحديث المشجع بالنسبة للمهند وأيضا حتى لعلي ولكل الشباب المهتمين بهذا الرياضة، أكيد يعطيهم دافع إيجابي. كابتن توفيق، يعني نسألك عن واقع الرياضة حاليا، كيف تراها بالنسبة لك؟ كيف ترى المستقبل أيضا بالنسبة لهذه الرياضة، خاصة مع توافر خامات بالنسبة للاعبين العمانيين الممارسين لهذه اللعبة؟ نحن في صدد الخطة اللي نحن عملناها في خلال 5 سنوات الماضية هو في رفع من القاعدة الأساسية لهذا الرياضة، اللي هو رفع عدد اللاعبين اللي موجودين في السلطنة. ما يخفيك في خلال الشهر الماضي نحن عملنا بطولة في 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 أكاديميتنا، وما ما شاء الله تبارك الرحمن وصلوا ما يقارب 14 نادي وإلى ما يقارب 200 لاعب وصلوا وشاركوا معنا في هذه البطولة. إنزين، وهذا يدل إن في قاعدة موجودة. يعني نحن إذا بنتكلم ما يقارب 14 إلى 15 نادي، وكل نادي ما يقارب 100 لاعب 200 لاعب، فأنت تتكلم عن قاعدة فيها 1000 لاعب. بالضبط. فهذا الألف نحن نسعى كأكاديمية مجان بالتعاون مع الأندية اللي شاركت معنا في بطولة مجان المفتوحة اللي سويناها الشهر الماضي، هذا يساعد إن راح نعمل بطولات أكثر، وراح نرفع من القاعدة، وراح يساعد هذا إنه يكونوا معك مواهب جديدة في هذه الرياضة ويتنافسوا لكي يرفعوا علم السلطنة في المحافل الدولية. جميل جميل، وفي كل رياضة إذا كان عندك خطة واضحة أكيد النتائج راح تجي في 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 حينها. يعني إذا كانت الخطة واضحة بالنسبة لكم. التوفيق، أنا أسألك شخصيا عن مهند، إيش الخطة الموضوع على مهند شخصيا؟ يعني والله نحن نجهز مهند واللاعبين اللي معه في انهم يشاركوا 2028 اولمبياد 2028. ممتاز. فنحن ماشيين على خطى واضحه وثابته، واللي يميز اكاديميه مجان ان نحن عندنا البرنامج العالمي لرياضه التايكواندو اللي يسمونها دايدو، اللي هو حسب النقاط. فهذا البرنامج وهذا النظام موجود معنا نحن في الأكاديمية، وهذا ساعد لاعبين أكاديمية مجان أن يحصلوا أكبر عدد من الميداليات بسبب استخدامهم هذا النظام وكيفية كسب النقاط. فمهند والفريق اللي معاه هم نحن نسميهم النخبة، هذولا واللي راح يشاركوا فيهم المجموعة اللي راح تنافس واللي تسعى. فهذه المجموعة نسعى لها على 2028 يكونوا مستعدين أن يقارعوا الأبطال في أولمبياد 2028. وإضافة على ذلك مهند والفريق اللي معاه في خلال هذا السنة عندهم بطولة العالم للناشئين، وعندهم بطولات مختلفة في عالمية اللي هي راح تزيد من مستواهم وترفع من إمكانياتهم. صحيح الدعم المالي دائما هو تحدي موجود لكل الأندية الخاصة، لكن نحن بإذن الله تعالى نسعى
بتواجدنا معاكم باذن الله تعالى ان نحن نتخطى كل هذا باذن الله. وانتم لها ان شاء الله كابتن توفيق، وكل توفيق لكم ان شاء الله، سواء كان بالنسبه للمهنه حتى الشباب والنخبه الموجودين معاكم. ومثل ما ذكرت لك الخطه واضحه اكيد معاكم، واكيد راح تحققوا هذا النتائج. ونشكرك لك على هذه المداخله الهاتفيه، وسعيدين ايضا بهذا العمل الكبير اللي تقوم فيه في اكاديميه مجال. جزاك الله خير. ولا ضير لا ضير ان نحن نشكر اللجنه العمانيه للتايكواندو على تعاونهم الدائم، هي اللجنه اللي تساعدنا دائما في تنسيق البطولات وهذه الامور، فنحن نشكرهم شكرا جزيلا على ما يقدمونه لنا. بالضبط، شكرا شكرا كابتن توفيق رئيس اكاديميه مجان، وكذلك والد الكابتن مهند. ما شاء الله حديث مثري، واضح بان الكابتن توفيق يعني مسر علي كابتن توفيق واجد يعني احس حاط الثقه كثير فيكم، وواضح الخطة بالنسبة له، سواء كان المشاركة في الأولمبياد، المشاركة في البطولات العالمية. وبالتالي مثل ما كنا نتكلم، لما تكون الخطة واضحة بالنسبة لك أنت واضح الطريق وين تريد توصل. صحيح، أول شيء نحن نشتغل كفريق عمل، يعني نحن فريقنا فريق عمل يتكون من 5 أعضاء اللي هو كابتن توفيق، علي حافظ المسكري، الماستر عادل الفيبي رئيس مدربين أكاديمية مجان، وكابتن محمد سلطان المحروقي، وأنا كذلك. وضعنا خطة ل5 سنوات 6 سنوات قدام إن شاء الله. يعني من ضمن الخطط اللي هو ننجز في بطولة الباكستان وننجز في البطولة العربية، والحمد لله من يعني قدرنا نحقق البطولة العربية وقدرنا نحقق بطولة باكستان، وحتى الحين في ضمن الخطة الحين عندنا بطولة فجيرة والعربية حققنا فيه إنجازات الحمد لله، 8 ميداليات كأعلى معدل يعني من الأندية العمانية. وبعد ذلك الحين ان شاء الله على صداد مشاركة في بطولة 3 بطولات في ايران ان شاء الله. ممتاز. في شهر بداية مارس بطولة اندية اسيوية وبطولة فجر وبطولة كأس اللي هي راح تقام في ايران كيش. جميل جميل، يعني في 3 مشاركات. هل هناك مشترطات محددة بالنسبة لكم في مسألة المشاركة بالنسبة للاعب، من حيث الحزام، من حيث ايضا مشترطات اخرى لاختيار لاعب للمشاركة؟ طبعا مثل ما قلت لك المنافسه راح تكون جدا قويه مثل ما صحيح. كانت في فجيرة وعربيه من بطولات الحين الثلاث هذه كلها من عيار نقبتين، بطولات جدا قويه، بطولات فيها 60 نقطه 3 بطولات، فما في ما في صحيح. اي بطل راح يفرط فيهن. بالضبط ايوه. الاشتراطات لازم يكون لاعب عنده ليسنس دولي للمشاركه اللي هو جلوبال ليسنس. اللاعب هذا الليسن يصدر عن طريق الاتحاد، رئيس اتحاد اللجنه العمانيه للتايكواندو. واللاعب لازم يكون حامل لشهاده البلاك بيلت اللي هي الحزام الاسود. بالضبط بالضبط. يعني ما شاء الله مهند عنده اي حزام مهند معك؟ حزام الاحمر. الحزام الاحمر وهي مراحل يعني باقي خطوات بسيطه وتوصل للحزام الاسود ان شاء الله. ان شاء الله ونشوفك دائما بطل مميز. الصعوبات اللي تواجهون في هذه اللعبه كابتن علي، هل هناك يعني مثلا من صعوبات فنيه، صعوبات بدنيه، حتى من ايضا صعوبات ماديه؟ الصعوبات اللي تواجهون في هذه اللعبه؟ والله اللعبه صعوبات كثيره نواجهها، تحديات كثير، لكن من اصعب من ابرز التحديات اللي نحن نواجهها هي الدعم المادي، لان هذه بطوله بتعرف نحن كلاعب عشان يوصل للاولمبياد تحتاج في السنه اقل شيء 10 بطولات تجهزه. بالضبط. عشان انك انت تدخل في 2024 نحن في صداد واضعين خطه الحين للاولمبياد باريس 2024 وان شاء الله نحن لها، بس الدعم المادي دائما يعمل دور كبير للاعب. باذن الله يعني يكون في دعم مادي وان شاء الله نطمح للشركات تكون حاضره يعني بالنسبه للجنه. يعني نطلب من الشركات الداعمه ان تدعم اللاعبين على اساس ان نحن مثل ما تقول انجازنا، نحن دائما في كل بطوله نحن راينا ونسعى لنرفع علم السلطنه في المحافل الدوليه والعالميه. صحيح. هذا كان تعهدنا فيه قبل وما زلنا نتعهد فيه، لان نحن قادرين وان شاء الله متفائلين. مثل ما قلت الخطه اذا كانت خطه واضحه وثابته راح تنجز باذن الله. باذن الله النتائج راح تاتي حتى بالنسبه لك وحتى بالنسبه لمهند. مهند ايش تقول للشباب اللي من عمرك، يعني كيف انه ممكن نشجعهم اكثر ان يدخل للرياضه سواء كانت تايكواندو او حتى غيرها من الرياضات، انه تخبرهم الفوائد اللي حصلت عليها اكثر؟ اول شيء انصح الجميع عشان يشارك اي رياضه حتى لو ما كانت رياضه التايكواندو، لكن انصح في رياضه التايكواندو اكثر لان هي تعلمك اول شيء الثقه في النفس. ممتاز. والقوه الجسمانيه. وتحافظ على لياقتك وجسمك، العقل السليم في الجسم السليم. بالضبط. انزين ويعني لا انصح في الناس عشان يشاركوا في الرياضات هذه لانها تنفعك من كل النواحي.
وكيف تنافس معك في طبعا انت الرياضه اللي تتعلمها هذه للمنافسه فقط، ما تطبقها خارج المساحه الرياضيه؟ لا اكيد، لان هذه الرياضه تعتبر دفاع عن النفس ورياضه قتاليه. أيوة. وهذه يمكن اول نصيحه توجهوها لكل المشاركين معاكم، ان الممارسه فقط في النطاق الرياضي. النطاق الرياضي، ونحن ايضا في النادي نحن كاكاديميه نحن ندرب الدفاع عن النفس، ندربهم كدفاع عن النفس، لكن نحن هدفنا وتركيزنا كثير اللي هو نحن كيف نلعب في البطولات وننجز في البطولات. صحيح. هذا التركيز الاول. التركيز الثاني في لاعبين نحن ندربهم على دفاع عن النفس في مراحل، لازم لان اللاعب تداخل تلعب رياضه لازم تفهمه مفاهيم الرياضه كامل بشكل عام، فنحن ندرب نفس الشيء الدفاع عن النفس. ولا ننسى ان رياضه التايكواندو راح يساعد اللاعب، كان اي لاعب ثقه في النفس، يكون واثق من نفسه ويكون عنده اخلاق رياضيه. هذا من الاشياء الضروريه ان احنا لازم نزرعها في اللاعب. بالضبط بالضبط، وهذا انا ما اشوفه واضح يعني سواء فيك على ماستر علي او حتى في مهند، وانا سعيد بلقائكم وسعيد بهذا الحديث معاكم، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله اتمنى ان نشوف الخطه اللي وضعتوها تحقق على ارض الواقع، وفي كل مشاركه لكم تشرفونا وتمثلوا السلطنه خير تمثيل، وراح نكون معاكم باذن الله، ونكون معنا دائما في حال تحقيق المجاليات، واحنا واثقين فيكم بكل تاكيد. اشكرك لك ماستر علي على حضورك لهذا اليوم وعلى هذا الحديث ايضا. شكرا شكرا لك. شكرا كابتن مهند. شكرا، يعطيك العافيه. عفو. وان شاء الله نشوفك بطل دائما باذن الله، ان شاء الله ونشوف هذا الحضور والثقه الكبيره منك، ونشوفك مسيره رياضيه رائعه باذن الله، ان شاء الله. شكرا شكرا مهند. شكرا. في حديثنا مشاهدينا الكرام حول مشاركه اللاعبين العمانيين في البطوله العربيه وكذلك بطوله الفجيره الدوليه للتايكواندو، وصلنا وياكم الى ختام حديثنا والى ختام حلقه اليوم برنامج الحدث. شكرا لكم كرم المتابعه خلال هذه الساعه، سنلتقي وياكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيه طاقم العمل، في امان الله. مشاهدينا الكرام، لا وجود لأدلة حقيقية تؤكد وجود أي تدخلات في عمل الجهاز الفني. استمعنا لوجهة نظر الأندية بين مؤيد ومعارض ولأهم التحديات التي تواجه هذه الرياضة. رئيس الاتحاد أعرب عن رضاه، نرجو إن شاء الله الأفضل لهذه الرياضة في القادم.